العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي ينضم إلينا من بيروت. عميد خالد أهلا وسهلا بك. هل يشعر حزب الله أنه بات في مأزق؟ لا هو الذي حافظ على قواعد الاشتباك المرعية بينه وبين إسرائيل وبالتالي الحرص على معدل خسائر مقبول، ولا هو الذي صعد حتى يتمكن من الرد كما يريد على إسرائيل؟ مساء الخير. طبعا يعني أعتقد أنه حزب الله يمر بأزمة كبيرة، لأن هذه الحرب التي فتحت في 8 أكتوبر والتي يعني سميت بحرب مساندة غزة أو بجبهة مساندة غزة بهذه الإمكانات الضئيلة التي سمحت بها طهران لحزب الله بأن يتدخل بها، في النهاية أدت إلى أن يفقد الحزب المبادرة ويتعرض لكل هذا الكم من الخسائر، ليس في الحدود الجنوبية والقرى الحدودية بل في العمق اللبناني. أنا أعتقد يعني أنه إيران التي تستمر بتحييد نفسها من هذه الحرب والتي تحاول أن تناوش الولايات المتحدة من خلال مناورة محدودة يقوم بها حزب الله في لبنان، أعتقد أنها أدت يعني إلى هذا المشهد الذي نراه اليوم. الوضع على الحدود اللبنانية لم يعد بالإمكان العودة به أمريكيا إلى ما كان قبل 7 أكتوبر. اليوم تريد الولايات المتحدة إجراءات نهائية على حدود إسرائيل لا سيما مع لبنان أو في قطاع غزة، وبالتالي ما كانت تريده طهران هو أن تستبدل هذا الاستقرار على الحدود بمكاسب سياسية لا تبدو الأجندة الأمريكية يعني متسقة معها. لذلك نرى كل هذا المشهد، قصور في الرد الذي يقوم به حزب الله، مزيد من الاعتداءات على الداخل اللبناني، كذلك يعني عاد جالنت من واشنطن وكأنه يعني يحمل مباركة أمريكية لتصعيد هذه العمليات في جنوب لبنان وفي شمال شرق لكن لبنان. لكن عميد حمادة، ألا ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى أو من رأي آخر بأن هذا مسلك متعقل للغاية من حزب الله، لأنه إذا ما فتحت الجبهة على مصراعيها واشتعلت النيران فيها فهذا قد يكون طوق نجاة، قد يتوسل بنيامين نتنياهو إلى حزب الله حتى ينفذ هذه الأجندة أو هذا السيناريو، ليس كذلك؟ يعني أولا أنا لا أعتقد ذلك. يعني في البداية اليوم العالم العربي يعتقد والغرب يعتقد أنه الصراع الدائر في الجنوب اللبناني مع العدو الإسرائيلي هو صراع حدود، وبالتالي يعني لا قيمة للقول أنه اليوم حزب الله يتعقل وبالتالي يستعمل كل هذه الإمكانيات الضئيلة وهو لا يريد توسعة الحرب. يعني في النهاية ميزان القوى في الجنوب اللبناني هو لصالح إسرائيل. الأزمة مع إسرائيل كما تقبلها الولايات المتحدة وكما يقبلها الغرب هي نزاع حدودي على بعض النقاط الخلافية. لا يقبل الغرب ولا يقبل العرب أن تكون الساحة اللبنانية هي جزء من الساحة في غزة. نظرية وحدة الساحات التي تحاول طهران فرضها لا تلاقي قبولا ولا يعترف بها أحد، وبالتالي كل هذه المنازلة اللبنانية في النهاية يعني ما هو هدفها؟ إذا كان يعني الهدف أن نساند غزة وندمر لبنان ودون أن نستطيع تقديم أي شيء لغزة، يعني ينبغي على ما هو يعني هذا موقف أيضا يبدو ملبسا قليلا عميد خالد، عسكريا وسياسيا في آن واحد. إذا ما قرر الأمين العام لحزب الله أن يفتح جبهة كاملة سيقال أنه يقامر بمستقبل لبنان وبأمنه لأجندات إقليمية عابرة للحدود اللبنانية، وإذا ما أراد التعقل أو على الأقل ممارسة قدر من المناوشات المحدودة والمحكومة سيقال أنه ورط لبنان قليلا ولم ينقذ غزة ولم يسندها كما كان يريد. ماذا يفعل؟ يعني أولا أعتقد أننا في هناك عنصر أساسي نغيبه عن المشهد، يعني إما لبنان في حالة حرب مع إسرائيل وأما حزب الله في حالة حرب مع إسرائيل وهو يخوضها عن لبنان. يعني نحن نغيب الدولة اللبنانية، نغيب القرار السياسي ونركن إلى واقع يستأثر به حزب الله. حزب الله هو من شاء فتح هذه الجبهة دون أن يستشير أحد، وبالتالي يعني أنت تعرف أنه ميزان القوى مع إسرائيل ليس ميزان لبناني إسرائيلي، هو ميزان عربي إسرائيلي، وبالنهاية عندما نخوض الحرب مع إسرائيل نخوضها بميزان قوى على الأقل يؤمن الحد الأدنى من التكافؤ.
أن اتخاذ قرار الحرب من قبل حزب الله وفتح الجبهة لم يكن قرارا حكيما ولم يكن ليخدم لبنان، لكي نعود ونقول هل يوسع حزب الله الجبهة أم لا يوسعها. حزب الله لم يكن مدعوا لفتح هذه الجبهة إلا لأن طهران شاءت ذلك لأهداف إيرانية تريدها وتريد أن تساوم بالولايات المتحدة عليها. يعني لا أعتقد أن لبنان مسؤول عن غزة وحده أو مسؤول عن تحرير القدس وحده، وكل هذه البطولات الوهمية التي يدعيها حزب الله هي بطولات لا تدخل أبدا في المصلحة اللبنانية، هي مناوشات حدودية لمصالح إيرانية. لكن عميد خالد، لو 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 أراد اللبنانيون، وهو سؤال الأخير لك، لو أراد اللبنانيون أن يصبغوا صبغة للدولة اللبنانية على هذا القرار، هل كانت إسرائيل ستغادر المناطق التي غادرتها من الجنوب اللبناني تحت نير الصواريخ والقصفات المتتالية من المقاومة بين قوسين في لبنان، سواء كان ذلك حزب الله أم غير حزب الله؟ أنت أشرت إلى أن الواقع يقود إلى أن ينفرد حزب الله بالقرار العسكري مع إسرائيل، سواء كان ذلك مرضيا أو غير مرض للحكومة اللبنانية ولا للطيف السياسي اللبناني. أولا دعنا نقف عند مسألتين. المسألة الأولى، عندما كان هناك قتال تخوضه مجموعة فصائل لبنانية وأحزاب سياسية دخل يعني حزب الله في المرحلة الأخيرة عليها، كان هناك جزء من لبنان محتل، كان هناك شريط حدودي تحتله إسرائيل بعمق أكثر من 20 كيلومتر. اليوم المسألة مختلفة. ثم في حينه كان هناك صراع عربي إسرائيلي، اليوم ليس هناك صراع عربي إسرائيلي، هناك تطبيع وهناك اتفاقات سلام، ولبنان لا يستطيع أن يتحمل وزر الصراع مع إسرائيل وحده. لنكن واقعيين بصرف النظر إذا ما كنا نقبل هذا المشهد يعني أو لا نقبله. ثم أعود وأقول أنه حزب الله ليس الجهة المخولة من لبنانية لكي يتخذ قرار بالحرب. يعني لماذا يجب أن يستكين اللبنانيون أمام كل هذا التدمير الممنهج لعشرات القرى؟ هناك 10,000 مسكن قد دمروا، هناك مئات اللبنانيين، آلاف اللبنانيين قد هجروا من قراهم، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتخذ حسن نصر الله ومن خلفه طهران قرار بهذه الحرب المحدودة. يعني في مكان ما، حتى لو كانت هذه الحرب تخاض من قبل لبنان أو من قبل غير لبنان، أعتقد أنه يجب في مكان ما أن يتم مراجعة القرارات التي اتخذت، وأن يقف يعني اللبنانيون، وأن يقف حزب الله إذا كان لديه القدرة على اتخاذ القرار والتفكير بأنه هل يجب العودة عن اتخاذ قرار لم يؤدي سوى إلى التدمير. يعني أعتقد أنه دول عربية لديها إمكانات مضاعفة عن لبنان لم تدخل في هذا الصراع. لماذا؟ ربما لأن القواعد التي تحكم الساحة اللبنانية سياسيا وعسكريا مختلفة تماما عن قياسها كما يقول الكثيرون بينها وبين دول أخرى. للأسف هذا ما سمح به وقت هذه المقابلة من بيروت. أشكرك شكرا جزيلا عميد خالد حماد، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت.